اضوي على الاسئله واجي احط الدفتر قبالك. قريت الاسئله بعد التمعن بها، السؤال الاول والسؤال الثاني والسؤال الثالث والسؤال الرابع والسؤال الخامس، اجي اشوف نفسي انا مسيطر على السؤال الثاني واستطعت الحل. اترجاك من تفتح الدفتر، هاي انا ملاحظات، كل شيء ما تكتب لنا ابدا ابدا، ما تكتب لنا، تفتح هنا الصفحه هذا هنا تقدر تقول هذا السؤال الاول، مو راح تكتب انت الجواب الاول، لان السؤال موجود عندك بالاسئله، فما بيها داعي شو يسوي تنخلط، اذا تكتب الجواب الاول. احط هنا الجواب الثاني، راح انت تتقال السؤال الثالث بالاسئله، فليش كاتبه مرتين؟ انت بس الجواب الثاني، راح تجي هنا الجواب الثالث، مو اخذ من عندي الجواب الثالث ربما ورقتين، اجي اقلب الورقه الاخيره، اذا عندي امكانيه، راح اجي اقول الجواب الخامس، والجواب الخامس اما كل اذا الدفتر كفل او ما كفل، فلا تجي تحصل بعض الاجوبه ما تطق السؤال الاول والسؤال الثاني، حاط لي اياها باول ورقتين ها عيني وخلصت شو فيها ماله، لا هذا الدفتر ما تطق كله يخصك انت، خصه قلنا تلغى هاي وتبدي من هاي، الجواب السؤال الاول جوابه واحد ما تكتب منطق السؤال هذا ياخرني يغلي بالي، فاكتب فقط الاجابه، الاجابه رقم واحد على السؤال احلها وبراحتي، خط واضح مو بعد التحيه، خط واضح مو اجيك الساعه من الساعه من الساعه من الساعه، لا بعد التحيه زين اكثر، طبعا بابا مو تكتب بعد التحيه الله يخليك، ولا ترسم ورده ولا تكتب شكرا جزيلا لاسئله سهله، كل شيء ما تكتب، كل هاي ترى تعتبر غش للتلميذ، لذلك عليك فقط الاجابه على السؤال زين وتنتهي، هاي قلت لك الدفتر بعد ما بجيب عندك الامكانيه امكانيه تقدر فيه يعني كم مرتب فيه؟ بعدها 13 يعني انت كله راح تجيك خمس اسئله ست اسئله تقدر تجاوب وبصراحه وبواضحه وبدون اي تنزل. اسف على طالع ابني عزيز، بس اتمنى لكم التوفيق والموفقيه والنجاح وعام جديد، وكل عام وانتم بألف خير.